صح. اتفضلي. خير. فانا انا في حاجه يعني امر يعني بدع لربنا يعني ان هو يتحقق وكده. اللهم امين ف يا رب. ف اه ف نمت وشفت في المنام يعني ان هو اتحقق يعني وكده. ف وانا في المنام قلت الحمد لله يعني، والف حمد وشكر لك يا رب وكده. وعيوني نزلت دموع يعني من من شدة الفرحة. الفرح وكده، وعايز اسجد لله شكري يعني. أبشري إن شاء انا الله خير شفت يا رب. المنام 3 مرات، وفي كل مرة بحمد ربنا يعني ان الحاجة دي اتحققت وكده. إن شاء الله. وفي مرة واحد بيسألني ويقول لي انت عملت ايه يعني عشان ان الامر ده يعني اتحقق معاك وكده. قلت له ما انا كنت بقول اللهم لك الحمد على كل حال، وكنت بقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا بسم محمد الله ما عليه شاء افضل الله. الصلاه والسلام. كملي في اللي انت فيه ده وان شاء الله كده هيتحقق لك يعني الامر باذن الله. ان شاء الله. شكرا يا دكتوره. بس عندي كمان حلم ممكن. يلا اتفضلي. قولي. انا كنت من فتره كده برضه حلمت ان انا في بلد في مصر يعني في مدرستي القديمه انا وزوجي وكده، وفجأة شفت ناس من الإمارات يعني هنا، وكلهم واقفين في السماء ولابسين كلهم أبيض في أبيض. فأنا اتفاجئت يعني، فطلعت فببص يعني عايز أعرف في إيه، ولا الناس دي واقفة كده يعني. وفجأة لقيتهم نزلوا في الأرض، بس يعني نازلين شوية شوية يعني بالراحة كده بهدوء، ما تعرفيش مفيش أساميهم؟ إلا راجل وست. لا لا ده ناس كتير يعني، ومفيش الا راجل وست بس اللي واقفوا في السماء وماسكين اللي هو العلم بتاع الامارات وكده. فانا عايز اسال يعني في ايه، فبيقولوا لي دخلوا بلدنا وعايزين يعملوا مؤتمرات فيها ومش عارف او كده. فبقول لهم تعالوا بلدنا، احنا بلدنا امان وكده، من دخلها كان امنا، وادعوا يعني. فبقول للناس قولوا يعني ورايا وكده، لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هو حضرتك بتشتغل هو ايه ايه؟ يعني، هو دي يوم القيامة، هو دي يوم القيامة ولا ايه كده؟ تشتغل ايه؟ فلا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله وكده يعني. ما انا بقولك بتشتغل ايه سبحان حضرتك؟ الله. هي بسمعني؟ لا انا ما بشتغلش، انا ربة منزل يعني. طيب الله يكرمك ان شاء الله. انا في البيت يعني. حاضر هقول لك. حاضر. فعايزة بس تقولي لي على برضو الأولاني، إن أنا الحاجة اللي أنا عايزة ان شاء الله تتحقق دي هتتحقق. وكده بصي اصلي يعني. لو كان حديث نفس لجاء مرة واحدة، ولكن بما انه تكرر 3 مرات فدي بشارة مؤكدة من قبل الله تعالى بتنفيذ الطلب اللي انت فيه ده، ولكن بالتزامك باللي انت شفتيه. اللي سألك قال لك انت وصلتي له ازاي؟ قلت له بقول صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اله الا الله. استمري عليهم حتى تنالي اللي انت تتمنيه ده. اعملي بعد كل صلاة 100 100، تمام؟ 100 الصلاة على الرسول و100، اعملي كده بعد كل صلاة ان شاء الله. ان شاء الله مش هيفوت اسبوع الا لما يتحقق اللي انت عايزاه. والله اعلم. ان شاء الله. شيماء من الشرقية. الو شيماء، الو. لسه معانا؟ معاكم. اهلا بيكي، اتفضلي. ازيك يا دكتور صفي؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الو معانا؟ وطي التلفزيون. ازيك يا دكتور صفي؟ اهلا وسهلا. هو في حلم كده عايز اسالك عليه. ممكن